وتعمل اكل
ردك؟ ايه ردك على التهام الفضولي؟ انا مظلوم يا سعادة القاضي، والله انا مظلوم. انا اخدت الاكل ووصلته للاوراق عشان تكمل عملية البناء الضوء، وهي اللي تسأل مش انا. يعني انت بتعمل اوراق؟ ايوه يا سعادة القاضي. نادي على الاوراق. الاوراق والله العظيم أشهد بالحق. ليه أوراق ما كملتيش الأكل ووصلتيه للشجرة؟ هم عندهم حق بس أنا مظلومة. يعني إيه؟ اتكلمي. الفلاح رمى الأرض والجذور جمعت الغذاء والساق وصله لي علشان أطبخه وأجهزه للشجر، ولما وصل دورت مع الشمس ما لقيتهاش، اختفت ورا السحاب. طيب هعمل الأكل إزاي؟ يعني أنت بتعمل شمس؟ أيوة شمس. نادى على الشمس. الشمس قول يا شمس والله العظيم مش قد الحق. والله العظيم مش قد الحق. ايه الحكاية يا شمس؟ الحكاية يا سيادة القاضي، السحابة الكبيرة غطت عليا، مش عارفة اطلع ولا قشعتي قدرت توصل. طب هعمل ايه؟ يعني قصدك السحابة هي السبب؟ اه طبعا. نادي على السحاب. السحاب يا سحابة والله العظيم اشهد بالحق. والله العظيم اشهد بالحق. الحكاية؟ الحكاية سيادة القاضي، الشمس بخرت مية البحر والنهر، وطلع بخار اتجمع وكونت انا. دلوقتي حاسة انها مطر. يعني ايه؟ يعني انا السبب لكن بدون قصد. وانا بعد شوية هنزل مطر يروي الارض، تاخد البذور وتجمع الغذاء، والصوت هيوديه الاوراق، والشمس هتظهر تاني، وهجهز الاكل والشجرة ومش هتبقى بعيدة. يعني ده تعويضك للشجرة؟ ايوه يا سيادة القاضي، صحيح يا شجرة لكن بدون قصد. اذا من شجرة سمعت السحاب؟ سامحتها يا سيادة القاضي.